العزيزات والأعزاء، السلام عليكم وعليكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكم في قناة موروكان كرايم تي في الجريمة المغربية. في هذا الفيديو غادي نحكيو لكم على واحد الولد شاب في العشرينات من عمره، تعدى جنسيا على واحد المرأة كبيرة في السن، قتلها مسكينة، خنقها وعاد تعدى عليها جنسيا ومارس عليها الجنس وهي ميتة للأسف الشديد. بنادم منزوع من الأخلاق ومن الشفقة والرحمة، ودابا راه في الحبس كيقضي واحد العقوبة كبيرة اللي الله تدان بها من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة أسفي. ما تمشوا فين حتى تعرفوا القصة والحكام. هاد الولد مازال في العشرينات من عمره، خرج على راسه، مشاور الغريزة الجنسية ديالو وتهور وارتكب حماقة ودابا كيأدي الثمن. وفي هاد القصة درس وعبرة للي يمكن يفكر مستقبلا باش يتعدى على ولية مسكينة ما عندها حد ويطمع في الجسد ديالها، واخا هي قد جداته، راه الحيوان ربما وكيميز مع من يمارس الجنس. في ذلك النهار رجعت مسكينة للدوار فين ساكنة، كانت في زيارة لمدينة أسفي، مشات زارت ولدها ورجعت وضربت الطريق طويلة وعيات مسكينة ودخلت لدارها. يالله وصلت تلاحت فوق واحد الناموسية بالية باش ترتاح وتسترجع الأنفاس ديالها، مرأة كبيرة ومشات طريق طويلة والله يحسن الأول. نعستات مسكينة على بكري ودارت تقريبا شي 11 ديال الليل ملي جا ديك الولد، جا لدارها والقلب مسدودة قبل ما يطلع للسرجم ويدخل منه بحال شي شفار كيقلب على ما يسرق. السيد دخل البيت في نعس السيدة ولقاها مسكينة في الشخرة الحلوة، حداها سروالها والزيف اللي كدير على راسها، وحدها وقف واحد المدة كيتأمل الجسد ديالها وما رعى لا كونها في العمر ديال جداته ولا الإنسان، ولا كان فيه يعني بدرة إنسانية أو واحد شي حاجة مهم. إنسان للأسف الشديد ما لقيت باش نعبر عليها بأسلوب مهم. هاد الولد شد الزيف اللي حداها وحاول يخنقها، مسكينة عيات تقاومه، ساعة ما قداتش عليه، هو صغير وقوي وهي الصحة على قد الحال، خنقها مسكينة حتى ما بقاتش كتتحرك وما رحمهاش حتى وهي ميتة. اغتصبها مسكينة وهي ميتة، نعس مع الجثة مرة وجلس كرتاح وعاود اغتصبها مرة أخرى، ما أنبو لا ضمير ولا حس بذنب، بنادم منزوع من الرحمة والشفقة. وملي شبع الغريزة ديالو فكر في طريقة باش يتخلص من الجثة ديال الضحية. جلس واحد المدة حد الجثة وهو كيفكر كيفاش غادي يتخلص منها، وفي الأخير لقى واحد الخنشة ديال ميكا صفرة وفيها فين غادي يدير الجثة. بعد ما لبسها جلابة حمراء لقاها في وسط حوايجها، ومن بعد دارها كما قلت في الخنشة ودارها على راس على كتافه وهزها حتى لواحد البير فين غادي يرميها. مشى بها هزها تقريبا شي 200 متر عاد لحها في البير، سد الميكا مزيان وتلفت ذات اليمين والشمال وعاد رمى الجثة في البير بعد ما تيقن باللي حتى حد ما شافه، حيت كان خايف ليشوفوه ويفضحوه. ملي رماها كان فقيه ديال الجامع ديال الدوار كيود الفجر، مسخوط مشى لحدا باب الجامع باللور وجلس ماشي باش ينتظر تفتح ويدخل يصلي، لكن كينتظر غير يبان دوز الصباح. وملي صباح الحال هز راسو ومشى لواحد السوق اسبوعي، دوز النهار كله في السوق وهو كيتسارى، وفي العشية رجع مشى لدار خوه في اليوسفية، ما خبرش خوه باللي بالشي اللي دار، وبقى تماك متوارع على الأنظار وحتى حد ما عرف شنو دار المسخوط. ناس الدوار كانوا شافوا السيدة رجعت من المدينة، لكن ما بقاتش بانت ليهم من بعد. مشاو عندها للدار لقاو الباب مفتوحة
وأثر الدم كاينة فين كانت نعسة. وهنا شكوا باللي السيدة تقتلات، وبالفعل بدا البحث عليها ما خلاو فين قلبوا عليها. الناس الإشارة كانوا كيجبدوا الماء من ديك البير فين لحوا الجثة، الماء كانوا كيشربوه. واحد فيهم شاف واحد الصباح بغى يجبد الماء من البير، وثار الانتباه ديالو بلي دلو ما بغاش يهبط لقعر البير وغل، وبانت ليه واحد الخنشة صفراء قبل ما يخبر الناس الدوار ويتجمعوا. جزء من رجلين السيدة كان باين، والناس عرفوا بأن الأمر يتعلق بجثة. خبروا جدرمية ديال المركز القضائي في اليوسفية اللي جات العناصر ديالهم وجبدوا الجثة وصوروها وداروا محضر معاينة سمعوا فيها اللي لقاها قبل ما تهز الجثة للمستشفى الإقليمي بآسفي باش تشرح. جدرمية والسيدة ديال الناس اللي كانوا حاضرين عرفوا شكون هي السيدة اللي لقاو في البير، وبدا البحث على شكون يقدر يكون قتلها ورماها في البير، وسمعوا المجموعة من الناس وأثار الانتباه ديالهم أثناء البحث الغياب غير المبرر ديال الولد العشريني عند الدوار. كانت دازت أيام ما بقاش بان في الدوار، وبدات الشكوك تحوم حوله، بدات تقلب عليه. وبالفعل لقاو السيد عند خوه في مدينة اليوسفية وجابوه وسمعوا ليه في محضر رسمي واعترف تلقائيا تفاصيل اللي وقع. عاود لهم كيفاش دخل الدار من السرشن، كيفاش لقاها نعسة، كيفاش هز الزفت ديال راسها وبها خنقها، وكيفاش تعدى عليها جنسيا. جدرمية بحضور ممثل الحق العام اعادوا تمثيل الجريمة وسط حضور جماهيري غاضب من الشي اللي دار هاد الولد في واحد الدوار اللي هو دوار محافظ وبحال ما مألوفش فيه بحال هاد الجرائم. المتهم تم الاستماع عليه في محضر رسمي واعترف فيه بالمنسوب اليه قبل ما يتحال على الوكيل العام محكمة السينا في اسفي اللي حالوا بدوره على قضاء التحقيق. وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه تمت المتابعة ديالو بالمنسوب اليه وتحال على غرفة الجنايات الابتدائية اللي حكمت عليه في الاسبوع الاخير هذا اللي داز في يعني هذا اللي داز في اواخر مارس 2022 حكمت عليه بالحبس مدى الحياة السجن المؤبد. بغاديش يخرج من الحبس ويستاهل، ولا حول ولا قوة الا بالله. بنادم كيقلب الصداع على راسو لوحدين اخرين، شفتو التهور وقلة العقل فين كتوصل. شكرا جزيلا اللي تبعتوا الفيديو الى فرصة لاحقة دمتم اوفياء للقناة، ودامت لكم الافراح والمسرات، والله يبعد عليكم الله يبعد عليكم كحل الراس بنو ادا، ويبعد عليكم مدرجات بحال هذه.